لا يكاد الوضع يهدأ في جامعة صنعاء حتى تعود التظاهرات المناهضة لسلطة الميليشيا من جديد، وعلى طريق استكمال السيطرة على مستقبل الدولة سياسيا وثقافيا كان لهذا الصرح التعليمي النصيب الأكبر من الانتهاكات، بداية باعتقال الأكاديميين والطلاب وتوقفا عند فرض قيادات جديدة للجامعة. الوقفة التي شارك فيها الأكاديميون والعاملون في هذا الصرح التعليمي طالبت باحترام الحريات والتوقف عن إرباك العملية التعليمية التي تسببت بها التكليفات غير القانونية الصادرة عن نائب وزير التعليم العالي المعين من الميليشيا. مسيرة اليوم هي كانت من أجل رفض القرارات التي رفضت من قبل النقابتين ومجلس الجامعة في الفترة السابقة من قبل نائب وزير التعليم العالي، وطلبنا منذ فترة بإصلاح هذه القرارات، وشكلت لجنة لحل الإشكالية داخل الجامعة والإرباك اللي أحدثته هذه القرارات، ولكن لم يتم الاستجابة لتوصية اللجنة. إذن لا يمر يوم دون أن يزداد هذا السخط في وجه هذه الجماعة التي لم تترك أي مؤسسة إلا وفرضت فيها هيمنتها ونتاج ممارستها العبثية، ليكون للحراك الطلابي ومعه أعضاء هيئة التدريس كلمة أخرى لن تصمت حتى تحقق مرادها.